بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة فاينل تيست نمبر 7 أو النموذج السابع من بوكلت الجيم للمراجعة النهائية قبل الامتحان. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مايا لايكس ويرينج فاشنبل clothes. مايا بتحب ترتدي ملابس مسيرة للموضة. ذا synonyms ذا word of fashionable، يعني مرادف أو مرادفات لكلمة fashionable are old قديم، clean نظيف، stylish stylish يعني نمطي أو موضة، ممكن stylish، expensive يعني غالي، cool يعني جذاب. طبعا ممكن أقول stylish أو cool، stylish أو cool يعني جذاب. طبعا عندنا cool يعني جذاب. Your question، سؤالك isn't clear، ليس واضح. Can you clarify what you want، ممكن توضح اللي انت تريده. The antonyms of the word clear يعني عكس او مضاد clear، clear واضح. Are ambiguous يعني غامض، طبعا كلمة غامض ambiguous. Pure يعني نقي. Bright يعني لامع او ساطع. Complicated يعني معقد، طبعا هنا complicated يعني سؤال complicated معقد. Obscure يعني واضح، لا طبعا complicated. Number 3. It's important to respect the space of opinions and ideas even if they are different from yours. من المهم ان انت تحترم اراء وافكار الاخر حتى لو هي مختلفة. طبعا diversity، diversity يعني تنوع او اختلاف. We haven't got any sugar، ما عندناش اي سكر. I know، طبعا هنا انا اعلم. I am going to buy، طبعا هنا I am going لان قرار فقط. I am going to، I am going to buy يعني انا سوف اشتري. ولكن لو قال لنا yes I know I will، لكن I know انا اعرف، يبقى I am going to مجرد decision قرار فقط. لكن لو نفس الجملة لو قال لنا yes yes او oh I will، لكن I know I'm going to. He has been doing three jobs to get out of، هو بيعمل ثلاث وظائف عشان يخرج من الديت. ديت يعني الدين، يعني يسدد الدين او يخرج من الدين اللي هو فيه. يبقى هنا ديت يعني دين. The countryside is mainly spaced by farmers and their families. الكانتريسايد اللي هو الريف طبعا مزدحم سكانيا ب او مسكون او مأهول ب الفلاحين والفاميليز. طبعا هنا populated، populated كverb اللي هو letter A. We are recommended، احنا رشحنا. That book، that read ولا that he read ولا to read that book ولا عندنا to reading. طبعا عارفين ان recommend زي suggest فاعل والمصدر، يبقى ذات او ذات والفعل ومصدر الفعل. ذات he read. What's the correct plural of the word believe؟ plural الجمع من believe، believes هنضيف اس فقط، believes لانها يعتبر جمع غير منتظم بنضيف له اس. لكن لو جمع منتظم هتحذف الاف ونضيف في اي اس زي letter a مثلا. ولكن هي plural uncountable او plural شاذ يعني هنضيف له اس. Finally my mother speaks how to use the internet. Now she can send the emails. Now she can يبقى حاجة في present، يبقى has learned، ممكن اتعلمت. Has learned how to use emails and send emails. A space is someone who is legally responsible يعني مسؤول for looking after someone or something. طبعا guardian اللي هو الواصي او الحارس، عبارة عن الشخص اللي هو واصي او حارس او واصي على شخص يعني. There are space differences between people in upper Egypt and those in Delta. هناك اختلافات ثقافية ما بين الناس في الدلتا وصعيد مصر. طبعا اسمها cultural differences يعني اختلافات. Adjective cultural differences يعني اختلافات ثقافية. Don't open the door، don't the امر، يبقى وراء مضارع until مضارع قبلها المستقبل او الامر. فانا عند الامر يبقى بعدها مضارع. until I، المضارع هنا مين؟ I tell. until I tell. tell هنا يخبر. ممكن اقول I have told، ممكن يبقى مضارع بسيط او مضارع تم. My grandfather was a great يعني جدي ايه عظيم. when we were children واحنا صغار او اطفال صغار we would listen to his stories، بنسمع لقصصه.
four hours لساعات طويلة. طبعا story teller يعني راوي قصص, story teller لكن about child playwright كاتب مسرحي dancer راقص, لا story teller. My uncle arrives on his peace Sunday after my birthday. طبعا on Sunday على طول, طبعا Sunday no article. On Sunday, on Monday, شهور السنة وأيام الأسبوع لا تسبق بارتيكلز. I have a space many countries but I like Egypt the most. I have been to, I have, أنا ذهبت إلى بلاد, ذهب وعاد ولكن هنا بحب مصر أكثر. I bought a space MP3 player which can be connected to the car via Bluetooth. طبعا الـ MP3 مفرد يبقى an MP3 M لأن الصوت ده خارج من عند الصوت متحرك, الصوت هو الـ E MP3 زي إج. بالنسبة عندنا للـ passage, read the following passage then answer the questions. It was just before bedtime يعني قبل وقت النوم. Sally was reading a hair raising a ghost story. سالي كانت بتقرأ قصة عن شبح. She loved the excitement, بتحب الإثارة. Of scaring, للخوف. Herself, لتخويف نفسها. Before a good night's sleep, قبل ما تنوم نوم عميق ونوم جميل. She was reading the story halfway, بتقرأ قصة في منتصف الطريق. When she suddenly فجأة heard the squeaky opening of her front door, سمعت فحيح كده أو صوت لي أو صوت فتح باب أو الباب الأمامي. She was surprised, كانت مندهشة by the scary sound, بالصوت المخيف. She felt something was wrong, شعرت كده بشيء wrong يعني شيء خطأ. Sally gently pushed the warm blanket, يعني دفعت كده بالبطانية الدافية. Aside جانبا and slowly crept out of her bed, وتسللت من حجرتها. She walked down the stairs, يعني نزلت على السلالم. Even her very own footsteps on the creaky stairs scared her. حتى خطواتها على السلم كانت بتخيفها. She heard the soft sound of footsteps in the kitchen and she stopped to listen. طبعا سمعت الأقدام دي في المطبخ فمن هنا توقفت عن الاستماع. It was surely a ghost, يعني بالتأكيد ده شبح. From the past, من الماضي. Since everyone she knew was in their beds, منذ أن كل شخص موجود في المنزل في فراشه. Fast sleep, في نوم عميق. At this hour, في هذه الساعة. The darkness also frightened her, حتى الظلام كان بيخوفها. But she wanted to find out what was making the strange noise, ولكنها كانت عايزة تعرف اللي بيعمل الصوت الغريب ده. She turned to enter the kitchen, يعني دخلت على المطبخ. Where the noise seemed to be coming, من حيث يأتي الصوت. Suddenly she walked right into a dark figure, وفجأة مشيت كده على شكل dark مظلم. The dark figure, الشكل المظلم ده. Stretched يعني تمدد. Out a hand يعني مد ايده. And quickly turned on the bright, turned on يعني فتح the bright kitchen lights, فتح أضواء المطبخ المضيئة. It was Sally's elder brother, أخو سالي الأكبر, Ken. He couldn't help laughing at poor Sally, لم يتوقف عن الضحك على سالي. He had gone out late that night with his friends, يعني خرج مع أصدقائه في وقت متأخر في تلك الليلة. And had just returned home, ولسه حالا عايد على المنزل. Sally felt silly, شعرت بالسخافة. To have thoughts, إن هي عندها موقف اعتقادات. It was a ghost, إن ده كان شبح. She had a good laugh too, وهي ضحكت أيضا. The strange sound, الصوت اللي هو الاسترينج المخيف ده. The strange sound, the creaky stairs, وهي بتتسلل على السلالم. The darkness, الظلام. And the dark figure, والشكل المظلم. Space Sally screamed, خوف سالي. Screamed, صرخ. Scared, أخاف. طبعا هنا scared, أخاف سالي. Who does the underlined word the dark figure refer to? الشكل المظلم ده كان عبارة عن مين؟ طبعا سالي's brother, يعني أخو سالي. Sally realized it wasn't a ghost, أدركت إن ده مش شبح. When her brother, لما أخوها stretched his hand, يعني مد إيده, stretched his hand, ولا turned on the light, طبعا لما الضوء أو أشعلت الأضواء وعرفت إن ده مش شبح. Kenny's base, when Sally started reading the story,
كين مانو لما سالة بدأت تقرأ القصة had been outside كان بالخارج ولا had been on the roof كان على الرف أو على السطح had enter لم يدخل المنزل had entered the house had hidden under the bed كان مختفي تحت الفراش طبعا هنا had been outside كان بالخارج سالي thought it was a ghost سالة اعتقدت ان ده شبح because all of her family لان كل عائلتها were asleep كان نايمين got out كانوا بالخارج went shopping بيتسوقوا didn't like tricks مش بيحبوا التريكس الخدع طبعا هنا سالي thought it was a ghost اعتقدت ان ده ghost because of her family were asleep لان كل افراد العائلة كانوا were asleep يعني كانوا نايمين the best title to the passage reading is important القراءة مفيدة scary tales effects تأثيرات القصص الرعب طبعا لها تأثيرات قصص الرعب what kind of text is this passage نوع التكست ده a little كتاب a short film قصير a short story طبعا هنا a short story قصة قصيرة بالنسبة للجزء الخاص بالترانزليشن to the correct translation English translation إن القراءة وسيلة لتنمية الثقافة وتحصيل المعرفة النافعة في وقت الفراغ وممارسة الرياضة وتساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية وتجديد النشاط. Reading is a mean يعني وسيلة to develop culture and getting to develop culture and get لأن طبعا to develop and get ما ينفعش نقول ing وقبلها لأن and بتضيف فعل على فمفعول and get على طول فدي خطأ. Reading is a mean to develop his history التاريخ طبعا خطأ to develop culture الثقافة reading is a means reading is a means to develop culture and get helpful knowledge in spare time وقت الفراغ and doing sport help to keep fit and renew energy reading is a means to develop culture and getting طبعا أيضا استخدام getting خطأ هي get time and making طبعا سبورت بيجي معاه do sport وليست make فطبعا دي خطأ يبقى احنا عندنا letter A letter C بالنسبة ل translate into Arabic building good citizens building good citizens and a creative society are the main aims of education this will teach them self reliance ان بناء المواطنين الصالحين ومجتمع مبدع هم الهدفين الاساسيين للدوله وهذا سيعلمهم الاعتماد على الغير ان تنشئه المواطنين ومجتمع مبدع هما وليس هم وطبعا دي هما خطا هي هما على انه مفرد على انهم اثنين فقط هما هدفان اساسيين للتعليم طبعا هنا للدوله خطا ولو the main aim of education استخدم للدوله هنا خطا هنا استخدم هم الهدفان الاساسيين توازى سيعودهم وسيعلمهم فبرضك دي خطا ان بناء المواطنين الصالحين ومجتمع مفكر هو مجتمع مبدع كرياتيف يعني مبدع برضك خطا الثانويين طبعا هو الهدفان الاساسيين مين يعني اساسي فبرضه كلمة ثانوي منور معناها كلمة ثانوي منور خطأ إن بناء المواطنين الصالحين والمجتمع مبدع هما الهدفين الأساسيين للتعليم وهذا سيعلمهم الاعتماد على النفس طبعا الجملة دي إيه صح لكن عندنا write an essay of about 150 words on the following topic the advantages of teamwork مزايا العمل الجماعي طبعا ده إن شاء الله موجود عندنا على paragraph مرحلة ثانوية ياريت نرجع ونذكره ونتعرف how to write this essay إزاي نكتب هذا المقال ومن هنا وصلنا لنهاية test number 7 وانتظرونا مع test number 8 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.